بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتناول فيها الـ Medical Nutrition Therapy في بعض الحالات المرضية، وأول حالة عندنا اللي عبارة عن الـ Stress، سواء كان بنوعية Metabolic أو Respiratory Stress. كبداية ندخل بس كمقدمة تعريفية عن إيش المقصود بالـ Stress بشكل عام. طبعا الـ Stress هو عبارة عن يعني استجابة الجسم to a stressor، أو بعض العوامل اللي بتعمل Stress في جسم الإنسان. طبعا the body's response to stress ممكن يعمل عملية اللي هو alteration metabolism، تغير في عمليات الأيض بصورة كبيرة جدا وحادة، ممكن تأثر على حياة الإنسان. طبعا معظم المرضى اللي بيعانوا من severe stress بيحتاجوا نوع من أنواع اللي هو life support، أو حتى اللي هو بنسميها intensive care monitoring، لانه الاسترس بيعمل عمليه تغيير في تغييرات جذريه في عمليه الايض في جسم الانسان، وبرضه بيعمل عمليه اللي هو يعني رفع للاحتياجات التغذويه بشكل ملحوظ جدا. عشان هيك ممكن نلاحظ انه السيفير ستريس ممكن يعمل ريسك اوف مالي نوتريشن حتى في الاشخاص اللي يعني بنعتبرهم هم هيلثي انديفيدجوالز، او ما فيش في عندهم اني تايب اوف مالي نوتريشن. بالميتابوليك ستريس في عندي ما يسمى disruption of the internal chemical environment تبع جسم الإنسان. طبعا الميتابوليك ستريس ممكن يكون نتيجة uncontrolled infection، ممكن يكون في عندي اللي هو extensive tissue damage زي على سبيل المثال الجروح العميقة أو الجروح المخترقة العميقة في الجسم، أو حتى بيكون مثلا multiple broken bones، يعني بسميها اللي هو الكومباوند فراكتشر، اكثر من كسر او اكثر من عظام مكسوره في جسم الانسان. هاي بسميها السيفير ستريس، ممكن تعمل ميتابوليك ستريس. طبعا في هذا الشابتر عنا في الجزء الاول احنا منه حنتعرف او نتناول ذا بودي ستريس ريسبونس، يعني عباره عن ايش الستريس ريسبونس تبع جسم الانسان. حنحاول نوضح هاي المفاهيم وكيف الجسم ممكن يعمل عملية اللي هو restoration بحيث انه بيعيد البالانس او الاتزان. الجزء الاخر او الجزء الثاني من هذا الشابتر حنتعرف على respiratory stress. المقصود respiratory stress هو عبارة عن نوع من انواع الستريس في عندي بيكون اللي هو inadequate oxygen، عدم كفاية او نقص في الاكسجين، وفي يكون عندي excessive carbon dioxide، زيادة في ثاني اكسيد الكربون في الدم وفي الانسجة. طبعا بغض النظر ان في عندي اللي هو الميتابوليك ستريس او ريسبيراتوري ستريس، هما الاثنين ممكن يعملوا حاله بنسميها من الهايبر ميتابوليزم، بمعنى انه بيكون في عندي الميتابوليك ريت اكثر من الطبيعي. برضه بيكون في عندي ما يسمى بالويستنج، وهذا الميجر كاركترز تبعت الستريس بشكل عام. الويستنج المقصود فيه هو البريكنج داون اوف ماسل ماس اند تيشوز، يعني عمليه اللي هو الهدم النسيج العضلي او الكتله العضليه، وبالتالي بيصير في عند الشخص اللي هو loss of strength، يعني بيكون في عنده اللي هو يعني فقدان الطاقه او فقدان اللي هو القوه الجسديه. وفي بعض الحالات بيكون في عنده severe circumstances ممكن يؤدي الى life threatening complications، او مضاعفات ممكن تهدد اللي هو حياه المريض. كيف ممكن الجسم يستجيب للستريس اند انجري، سواء كانت الاصابه او حتى لو severe stresses؟ طبعا الستريس ريسبونس اللي احنا بنقصد فيه هو عباره عن بوديز نون سبيسيفيك ريسبونس تو ا فيرايتي اوف ستريسورز، يعني في عندي استجابه نون سبيسيفيك، بنلاقي هذه الاستجابه بتكون نتيجه اللي هو اكثر من ستريس او اللي هو انواع مختلفه من مسببات الستريس، من ضمن اللي هو الستريسورز على سبيل المثال انفكشنز، فراكتشر، سيرجري، بيرنز، هي كلها تعتبر ستريسورز. وبالتالي non specific response of the body هاي بنسميها عبارة عن body's response to a stress. طبعا خلال هو مرحلة الستريس العمليات الميتابوليزم او الميتابوليك بروسيسز اللي هي بتعمل عملية support للسرفايفل، هاي بتاخذ اللي هو الأولوية بشكل رئيسي. طبعا أي عمليات أخرى اللي ما بيكونش لها أهمية في دعم حياة المريض، هاي بنلاقيها بتتأجل أو بيتم اللي هو إيش، بنحطها نوعا ما على جنب هيك، وبالتالي ما بتعطى الأولوية. إذا في خلال فترات الستريس كل عمليات الأيض الحيوية بتتجه نحو إنقاذ حياة المريض، أو بنسميها support immediate survival of the patient، هي تعطى الأولوية. باقي أي عمليات أخرى زي ما هنشوف الآن لا تعطى أي أهمية، وبيتم اللي هو بنحطها on hold زي ما بنحكي، يعني بنحطها on pause، بنوقفها لفترة زمنية طول ما في عندي الستريس. طيب
ايش هي عمليات الايض اللي ممكن احنا بنعطيها الاولويه عشان تدعم حياه المريض في فتره الاسترس؟ في عند الانرجي، طبعا الانرجي هو عباره عن البرايمري امبورتنس هان، وبالتالي بلاحظ انه ذا انرجي نيوترينت، العناصر الغذائيه بتعطيني الطاقه، هاي بسبب عمليه الموبلايزيشن، تحريك من مكان التخزين، وبالتالي بقى اخليها متاحه في الدم. طبعا اماكن التخزين ما احنا عارفين، في عند الكبد بيخزن جلايكوجينز، في عند اللي هو الكتله العضليه بتخزن امينو اسيدز، في عند الفاتي تيشو بيخزن تراي جلسرايد. الان معدل ضربات القلب ومعدل التنفس هذا بيعلى، بصير في عند اللي هو زياده في الهارت ريت اند ريسبيريشن. ليش؟ عشان انا اعمل توصيل للاكسجين والنيوتريانت للخلايا بصوره اسرع. ايضا بصير في عندي ارتفاع لضغط الدم او البلاد بريشر بيزيد. في نفس الوقت هان زي ما حكينا الطاقة وعمليات الأيض هذه كلها بتم تحويلها من العمليات اللي لا تشكل أهمية في الحفاظ على حياة الإنسان في الوقت الطارئ هذا، زي growth reproduction and long term immunity. هذه كلها نوعا ما في فترة الطوارئ بيتم اللي هو منع امتدادات الطاقة عنها وتحويلها زي ما حكينا اللي هو العمليات اللي تساعد على الحفاظ على حياة الجسم. الآن المشكلة إذا صار في عندي اللي هو يعني استمرارية للستريس لفترة زمنية طويلة، هنلاحظ أنه ممكن يكون في عندي مشاكل في هاي العمليات الحيوية اللي زي ما قلنا لا تشكل علامة فارقة في حالة طارئة، لكن بتهم حياة الإنسان على المدى البعيد. وبالتالي بيبدأ الاسترس لو استمر لفترة زمنية طويلة انه يبدأ يعمل اللي هو damage to these processes. على سبيل المثال ممكن يعمل growth retardation، ممكن يعمل هو severe illness، ممكن يعمل هو عملية انخفاض في مناعة الجسم، وبالتالي يصير الشخص عرضة ل infections whatsoever. طبعا استجابة الجسم للاسترس بتبدأ على شكل هو hormonal responses. تمام. طيب في الاسترس response بيكون في عندي أكثر من هرمون بيلعبوا دور أساسي في اللي هو الاستجابة الجسم للستريس. طبعا الهرمونات هذه بيتم إفرازها بصورة فورية في الجسم من يعني من الغدد الصماء في مجرى الدم على طول بعد اللي هو الإصابة بصورة مباشرة. من ضمن الهرمونات الرئيسية هاي عندي الكاتيكولامينز اللي بنسميها على سبيل المثال such as epinephrine and norepinephrine، الادرينالين والنور ادرينالين، هاي بنسميها هو الكاتيكولامينز، او بنحكي عنها هو الفايت اور فلايت هرمونز. فايت اور فلايت هرمونز هذه ايش وظيفتها؟ بتعمل عمليه تحفيز لعضله القلب، بتعمل عمليه هو ارتفاع في ضغط الدم، بيزيد معدلات الايض في جسم الانسان. الابينفرين برضه بيساعد على افراز الجلوكاجون. طب الجلوكاجون ايش بيعمل عندي؟ الجلوكاجون هو بيفرز من البنكرياس، وبالتالي بيعمل عمليه اللي هو زيادة يعني إفراز اللي هو النيوترينس من مخازن الطاقة تبعتها أو من عمليات من مكان التخزين، وبالأخص الجلوكوز من الكبد. في عندي على سبيل المثال اللي هو الاستيرويد هرمون زي الكورتيزول. الكورتيزول بيعمل بروتين ديجريديشن، وبالتالي بيعمل عملية تكسير للبروتين عشان يرفع من مستويات الأمينو أسيد في الدم اللي ممكن من خلالها أنا أحصل على الجلوكوز. طبعا كل هاي الهرمونات اللي حكينا عنها سواء كانت الابينفرين جلوكاجون والكورتيزول بتتشارك في تأثير واحد على الجلوكوز والفات ميتابوليزم، بمعنى انها بتعمل عملية اللي هو بريكنج داون فور جلايكوجين عشان ازيد الجلوكوز، وايضا بتعمل عملية اللي هو بريكنج داون فور ترايجلسرايد من الاديبوز تيشو. طبعا التأثير اللي هو الكومبايند او المجتمع لهاي الهرمونات ممكن يؤدي او يساهم في حدوث الهايبرجليسيميا اللي هي ارتفاع سكر الدم، وهو عبارة عن نوعا ما يعني علامة مصاحبة بشكل كبير جدا للكريتيكال إلنس. يعني الناس اللي بيكون في عندهم الحالات المرضية الحرجة أو الحاد دائما بنلاقي في عنده هايبرغليسيميا. من وين أجت هايبرغليسيميا؟ لأنه في عندي الستريس هرمونز بتساعد على ارتفاع سكر الدم. كمان هرمونات يعني كمان هرمونين عندي اللي ممكن يساهموا في الستريس ريسبونس، في عندي الألدوستيرون والأنتي ديوريتيك هرمونز. هدول نوعا ما بيساعدوا على اللي هو الحفاظ على البلد فوليوم، حجم الدم، عن طريق اللي هو تحفيز الكلية لإعادة امتصاص الماء والصوديوم من أنابيب الكلية المختلفة. أهم شيء عندي بالنسبة للهرمونات هاي هو الكورتيزول إيفكت أو تأثير الكورتيزول أو الكورتيزون.
كورتيزون لما يكون في عندي اللي هو يعني إطالة في زمن الاسترس أو الاسترس إز برولونج، ممكن الكورتيزون يكون له تأثير ضار على جسم الإنسان والأنسجة. بنلاحظ إنه في زيادة الكورتيزول ممكن يصير في عندي نوعا ما اللي هو يعني انخفاض حاد في كمية البروتين في العضلات، في العظام، في الكونكتيف تيشوز، في الجلد، لأن إحنا زي ما قلنا الكورتيزول بيعمل بروتين ديجريديشن، وبالتالي بيصير في عندي انخفاض في كمية المصل، أو بسميها المصل ويستنج أو التيشو بروتين ويستنج. طبعا بنلاحظ الكورتيزول نوعا ما بيعمل إعاقة أو بيقلل من الوند هيلينج. الكورتيزول نوعا ما لما ترتفع بشكل كبير في اللي هو المرضى اللي في عندهم سيفير انجوريز، ممكن يصير في عندي اللي هو تثبيط أو منع للبروتين سينثيسز، يعني اللي هو عملية تصنيع البروتين نوعا ما بنلاحظ إنها تثبطت أو نوعا ما شبه توقفت. حتى لو تناولت كميات كافية من البروتين عن طريق اللي هو الطعام أو البروتين سبلمنت، مش حقدر بكل سهولة إنه أنا أعكس هاي العملية في وجود اللي هو مستويات الكورتيزول العالية. يعني الكورتيزول هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن هرمون بيعمل عملية هدم للبروتين، يعني بيمنع برضه تصنيع البروتين أو تصنيع الأنسجة البروتينية في الجسم، وبالتالي صعب إنه أنا أعمل عكس ل الكاتابوليك باثويز تبعت الكورتيزول هذه عن طريق تناول كميات عالية من البروتين. كمان شغلة، الزيادة من الكورتيزول برضه ممكن تعمل انسولين ريزيستنس، مقاومة للانسولين، وبالتالي هذا بيساهم في الهايبر جلايسيميا. كمان برضه الكورتيزول بيعمل تثبيط لمناعة الجسم، وبالتالي بيزيد من احتمال إصابة الشخص بالانفكشن. إذا هذه كلها بتكون من الآثار الضارة تبعت الكورتيزول واللي هو دوره في الستريس ريسبونس. ناخد بالنا انه ممكن برضه الشخص ياخد هو الكورتيزول من مصادر خارجية عن طريق اللي هو الفارماسيوتيكال فورمز او الاشكال الصيدلانية. نفس الفكرة، هاي ممكن استخدامها على المدى البعيد تعطيني آثار جانبية مشابهة للآثار الناتجة عن اكزيس كورتيزول ديورينج ستريس. الآن خلايا الجهاز المناعي في جسم الإنسان مباشرة على طول بتبدأ استجابة سريعة لأي انفكشن أو حتى تيشو انجوري. هاي الاستجابة بنسميها الانفلاماتوري ريسبونس، انفلاماتوري ريسبونس. طبعا الهدف من الانفلاماتوري ريسبونس انها عملية احتواء و عملية destruction أو تدمير لأي infectious agent أو أي اللي هو عامل بيعمل infection، وأيضا اللي هو ال product النتائج اللي ممكن تفرزها هاي ال infectious agents، وبالتالي بتمنع في يعني أي tissue damage ممكن يصير عند الإنسان نتيجة اللي هو infection اللي صار من مصادر خارجية. في ال stress response ممكن يكون في عندي نوعا ما، خلينا نحكي زي اللي هو توازن دقيق ما بين الاستجابة اللي ممكن تعمل حماية للأنسجة من الانجوري ومن أو ما بين اللي هو الاستجابة المفرطة اللي هي ممكن تعمل ضرر في الأنسجة. تمام؟ إذا في الستريس ريسبونس أنا في عندي توازن، التوازن هذا يعني دقيق جدا ما بين استجابة الجهاز المناعي أو استجابة اللي هو الانفلاماتوري ريسبونس اي مصدر خارجي بحيث انه نعمل حماية لأنسجة الجسم، وما بين اللي هو الفرط في الاستجابة اللي هي ممكن تعمل تيشو دامج. في الانفلاماتوري ريسبونس نلاحظ انه بيبدأ بشكل يعني بيبدأ بما يسمى اللي هو الاستجابة تبعت البلاد الكارديوفاسكولار سيستم او استجابة الدم. في الاستجابة تبعت الدم مباشرة أول شيء بيبدأ عندي اللي هو dilation of blood vessels، توسع الأوعية الدموية عشان توصل كميات كبيرة من الدم لمكان الإصابة. طبعا بيتم اللي هو التوسع عن طريق توسع الشرايين بحيث إنه أنا أزيد ورود الدم لهاي المنطقة المصابة. بالمقابل بيصير في عندي تضييق في الأوردة اللي هي بتسحب الدم من مكان الإصابة. طيب الإشعاعات الدموية في النسيج اللي صار في الضرر هذه بتصبح نوعا ما أكثر نفاذية، وبالتالي بيصير في عندي نوعا ما اللي هو خروج ل بتسمح للدم والبلازما إنها تطلع وتخرج أو تفرز من هاي الشعيرات الدموية بحيث إنه توصل للنسيج وتعمل لي نوعا ما نوع من الإديما أو الودمة أو تراكم السوائل في هذا النسيج المصاب. التغيرات هذه في الشعيرات الدموية نوعا ما بتحد أو بتمنع من انتشار الإنفكشن، وبالتالي بتحفز من اللي هو دخول الخلايا المناعية لمكان الإصابة اللي من شأنها أنها تعمل عملية تدمير لأي جسم غريب. من أولى الخلايا اللي بتوصل لمكان الإصابة بسميها الفاجوسايتس. الفاجوسايتس ما حكينا عنها أو بتسمعوا عنها، اللي هو خلايا اللي بتعمل عملية اللي هو فاجوسيتوسيس، اللي عبارة عن خلايا مبتلعة.
طبعا هاي بتدخل او يعني بتمر عن طريق الفتحات او فجوات في الشعيرات الدمويه، وبتوصل لمكان الاصابه، وبالتالي بتعمل عمليه انجلفمنت او بتعمل ابتلاع للمايكرو اورجانيزم، وبالتالي بتعمل تدمير عن طريق انزيمات بتفرزها بنسميها الهيدروليتيك انزيمز، وبعض اللي هو الانواع من الاكسجين اللي هو النشط. لما يكون هذا طبعا في الاكيوت انفلاميشن، لكن لما يكون عند الانفلاميشن بصير كرونيك، بنلاحظ انه الفاجوسايت تبدا في عمليه اللي هو دامجينج ذا هيلثي تيشو، يعني بتبدا الفاجوسايت تعمل عمليه اللي هو ضرر في الانسجه الصحيحه او الانسجه السليمه. في عندي كمان شغله بنسميها الميدياتورز اوف انفلاميشن، او قبل ما نحكي عن الميدياتورز اوف انفلاميشن، زي ما حكينا توسع الاوعيه الدمويه واللي هو زيادة الانفلتريشن أو رشح السائل من الأوعية الدموية وتراكمه في مكان الإصابة، هذا بيعطيني اللي هو كلاسيكال ساينز اوف الانفلاميشن، أعراض الالتهاب اللي هو الكلاسيكية والتقليدية، عبارة عن سولينج زي ما حكينا، ورم أو انتفاخ إديما، ريدنس إحمرار نتيجة لتراكم الدم، يكون في عندنا الهيت الشعور بالحرارة والألم. هذه هي كلاسيكال ساينز اوف انفلاميشن بنلاقيها موجودة في مكان الإصابة أو الإنجري. الآن في عندي ميدياتورز اوف انفلاميشن اللي هي وسائط الالتهاب بنسميها، في عندي كم يعني مواد كيميائيه كثير جدا ممكن تتحكم في الانفلاماتوري ريسبونس. هذول الميدياتورز بيفرزوا بشكل اساسي من الخلايا صار فيها الضرر او صار فيها اللي هو الدمج او التكسر. برضو ممكن تفرز من البلود فيسز، ممكن تفرز من اللي هو الاميون سيلز او الخلايا المعيه اللي صار لها عمليه التنشيط. هاي الانفلاماتوري ميدياتورز اهم يعني من احدى الوظائف الهامه لها، انها بتعمل عمليه نوعا ما الريجوليشن او عمليه تنظيم خطوات الانفلاميشن التاليه. يعني بصير في عند اللي هو ايش، خلينا نسميها ستيب باي ستيب ريجوليشن اوف انفلاماتوري ريسبونس. من اهم الميدياتورز اوف انفلاميشن او الانفلاماتوري ميدياتورز في عند الهيستامين. الهيستامين طبعا بيفرز من خلايا بنسميها الماست سيلز. من اهم وظائف الهيستامين انه بيعمل فاز دايليشن وبيزيد من الكابيلر بيرميابيلتي، زي ما حكينا فاز دايليشن توسيع الاوعيه الدمويه وبالتالي طبعا الشرايين، وبالتالي بيزيد ورود الدم، بيزيد من الكابيلر بيرميابيلتي عشان يزيد اللي هو الاديما ويزيد اللي هو دخول الفاجوسايت لمكان الاصابه. من ضمن المركبات الاخرى اللي بتلعب دور في الانفلاماتوري بروسيسز اللي بنسميها ميدياتور بنسميها سايتوكينز. سايتوكينز هاي بتم افرازها عن طريق الوايت بلاد سيلز وبعض اللي هو الخلايا الاخرى. في عندي كمان مركبات اخرى او انفلاماتوري ميديات اخرى بنسميها الايكوزانويدز. ايكوزانويدز هاي نوعا ما مشتقه من الدايتوري فاتي اسيدز. خلينا نحكي بس شويه عن الادويه اللي بنسميها كانتي انفلاماتوري، الادويه المضاده للالتهاب زي الكورتيزونز بشكل عام اللي هي بنسميها ستيرويدال دراجز، وفي عندي ادويه اخرى مضاده للالتهاب او انتي انفلاماتوري بنسميها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، زي مين؟ زي اللي هو المسكنات، الاسبرين، الايبوبروفين، الديكلوفيناك. هاي كلها بتشتغل عن طريق تثبيط الايكوزانويدز، بتعمل عمليه اللي هو بلوكينج فور ايكوزانويدز سينثيس، وبالتالي بتثبط من اعراض الالتهاب زي ما حكينا الالم، الاحمرار، وارتفاع درجه الحراره. طيب شو نقطة أو أهمية إنه الأيكوسانويدز هاي بتكون مشتقة من الدايتري فاتي أسيدز؟ الآن لو الشخص عمل عملية اللي هو تغيير في الدايتري فات سورسز تبعته، ممكن يأثر على الإنفلاماتوري بروسس يعني بصورة جذرية. على سبيل المثال البريكيرسور تبع الأيكوسانويدز هو عبارة عن مادة بنسميها الأراكيدونيك أسيد، اللي هو بيكون مشتق او جاي من الاوميجا 6 فاتي اسيدز اللي موجوده في الفيجيتابل اويلز. برضه في بعض الاحيان في عند الاوميجا 3 فاتي اسيدز ممكن عمليه تتنافس مع الاراكيدونيك اسيد، وبالتالي تعمل عمليه هو تثبيط للبرودكشن او تثبيط لتصنيع الايكوزانويدز اللي هي عباره عن انفلاماتوري ميديوترز. وبالتالي لما الشخص يعمل عمليه لو ريبليسمنت للزيوت اللي هي الفيجيتابل اويلز اللي هي غنيه بالاوميجا 6 بأطعمة غنية بالأوميجا 3 فاتي أسيد زي اللي هو أسماك أو زيت السمك، نوعا ما ممكن هذا بيساعد عملية هو suppression for inflammation، يعني ممكن يعتبر هو كأنتي إنفلاماتوري، لكن خلينا نقول إنه نوعا ما مش بصورة علاجية، لكن يعني مش يعتمد عليها بصورة علاجية. عشان هيك إحنا لما نحكي إنه
الاوميجا 3 فاتي اسيدز هي ممكن تكون لها دور انتي انفلاماتوري. ليش؟ لان الاوميجا 6 هي تعتبر مصادر او ماده خام لتصنيع الايكوسانويدز اللي هي انفلاماتوري ميدييتور، وبالتالي الاوميجا 3 بتتنافس مع الاوميجا 6 في تصنيع الاراكيدونيك اسيد، وبالتالي حيصير عندي تطبيق لعمليه التصنيع تبعت الايكوسانويدز واللي هي بتساهم بشكل اساسي في الالتهاب كوسيط رئيسي في عمليه الالتهاب. الان السيتوكينز اللي بتفرز خلال مرحله الانفلاماتوري بروسيس بتعمل ما يسمى بالسيستميك ايفكت، تاثيرات عامه للانفلاميشن بجسم الانسان، بالاضافه الى زي ما حكينا اللوكالايزد ايفكت او التاثيرات الموضعيه اللي حكينا عنها قبل شويه، اللي هي سواء كانت زياده ورود الدم، الاحمرار، الحراره، والالم في مكان الانجري. الان احنا بنحكي عن السيستميك ايفكت او التاثيرات العامه للانفلاميشن او الانفلاماتوري ريسبونس في جسم الانسان. طبعا خلال ساعات، في بعض الاحيان ممكن يكون خلال ايام بعد هو حدوث عمليه الانفلاميشن او الانفكشن او حتى الانجري، بيبدا عندي الكبد في عمليه هو تصنيع يعني سيرتن بروتينز او بعض اللي هو البروتينز او البروتينات، يعني كمجهود او خلينا نحكي ك في او في ما يسمى الاكيوت فيز ريسبونس. اذا بدايه الكبد في تصنيع انواع معينه من البروتينات هذا بنسميه هو الاكيوت فيز ريسبونس، او اللي هو عباره عن استجابه الاكيوت فيز او اللي هو الطور الحاد من الانفلاميشن. طبعا في الاكيوت فيز الاكيوت فيز بروتينز اللي بيتم تصنيعها بالكبد بتشمل على سبيل المثال في عندي سي رياكتيف بروتين، سي رياكتيف بروتين، والسي رياكتيف بروتين زي ما انتم عارفين هو عبارة عن أحد الكلينيكال إنديكيتورز أو أفضل الكلينيكال إنديكيتورز اللي إحنا ممكن ناخدها على أساس إنه نحدد الأكيوت فيز ريسبونس، اللي هو بيصير أكتيف بروتين بنلاقيه مرتفع بشكل كبير جدا في معظم من هو الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة. واحنا حكينا الكرونيك ديزيز هو في حقيقة الأمر عبارة عن إنفلاماتوري بروسيس. طيب من ضمن الأكيوت فيز بروتينز في عندي برضو ما يسمى بالكومبلمنت. الكومبلنت على سبيل المثال او بنسميه الكومبلنت الكومبلمنت بروتينز او الكومبلمنت سيستم، هو عباره عن سيستم من اللي هو البلازما بروتينز اللي ممكن يتم عمليه هو التفعيل او تفعيلها بواسطه او بشكل مباشر بالباثوجين او حتى بشكل غير مباشر باللي هو الانتي بودي اللي بيكون مرتبط بالباثوجين. طبعا الكومبلمنتري بروتين او الكومبلمنت بروتين هي بتعمل عمليه هو سلسله من التفاعلات اللي ممكن تحدث بشكل أساسي على سطح الباثوجين، اللي هي ممكن تعمل برضو توليد لبعض المركبات الفعالة اللي ممكن نوعا ما تؤدي في نهاية المطاف إلى فاجوسايتوسيس لهذا الباثوجين، أو تعمل عملية هو كليرنس للميكروب، أو تعمل عملية هو دامجينج للسيلز تبعت الأورجانيزم. برضه ممكن تحفز اللي هو عمليه الانفلاميشن، وممكن هو برضه تحفز من الاتاك تبع الباثوجين سيل ميمبرين. اذا نرجع كمان مره انه انا في عندي في الاكيوت فيز بروتين، في عندي السي رياكتيف بروتين، في عندي الكومبلمنت بروتين، في عندي البلاد كلوتينج بروتينز اللي بتفرز من اللي هو الكبد، تصنع في الكبد ساتش از فايبرينوجين او حتى برضه البروثرومبين. يعني كميات كبيره او انواع مختلفه من البروتينات. في نفس الوقت تركيز البلازما من الالبيومين، الايرون، الزنك، هاي كلها بنلاقيها انها صار فيها انخفاض ملحوظ. اذا بنتذكر احنا في اللي هو محاضرات اخرى حكينا انه الالبيومين ليفل قياس مستوى الالبيومين يعتبر هو يعني اندكس عشان اعمل عمليه تقييم للاوفر اول هيلث، الصحه العامه للجسم، وايضا اللي هو النيوتريشن ستيتس. زي ما حكينا في الاكيوت فيز ريسبونس بنلاحظ ان الالبومين بينخفض، وهذا يعتبر مؤشر انه الشخص ممكن يكون في عنده اندر نيوتريشن او حتى في عنده انفلاماتوري ريسبونس. طيب في الاكيوت فيز ريسبونس بلاحظ انه بيكون نوعا ما في عندي مصر كاتابوليزم، يعني تكسير او هدم للعضلات عشان انه انا ابدا استخرج اللي هو الامينو اسيدز، وبالتالي اقدر احولها لعمليه اللي هو تصنيع الجلوكوز. برضو ممكن يصير في عندي اللي هو المصل ديجريديشن، احس اخذ الامينو اسيد واساهم في عمليه اللي هو التشو ريبير، تصليح اللي هو الانسجه اللي صار فيها لها دمج.
وايضا عمليه اللي هو تصنيع اللي هو الاميون بروتين ساينس، وتصنيع البروتينات اللي لها خاصه بالاميون سيستم. نتيجة لذلك بنلاحظ انه في عندنا صار نيجاتيف نيتروجين بالانس، وبصير في عند المريض برضه ويستنج، وهذا يعتبر من اهم الملاحظات او اهم النتائج اللي بتصاحب الانفلاماتوري ريسبونس. بعض اللي هو يعني الكلينيكال فيتشرز اللي هي بالنسبة عند الشخص هو elevated metabolic rate، بصير في عنده زيادة في معدل الميتابوليزم، زيادة في كرات الدم البيضاء، وبرضه ممكن يصير في عنده فقدان للشهية، ممكن يصير عنده ارتفاع في الحرارة، ممكن يصير في عنده خمول أو إجهاد عام. الآن إذا الأكيوت فيز أو الأكيوت فيز أوف انفلاميشن يعني does not resolve، لم يشفى، منحلش، ما خفش، بيصير في عندي اللي هو استمرارية لتصنيع البرو انفلاماتوري سايتوكينز، وهذا بيؤدي إلى ما يسمى systemic inflammatory response syndrome. systemic inflammatory response syndrome أو ما اختصارا يسمى ب SIRS أو SIRS. طبعا SIRS بيعمل له عملية diagnosis من اللي هو symptoms أو الأعراض تبعت المريض نفسه، اللي هي من ضمنها بصير في عندنا زيادة حادة وملحوظة في معدل ضربات القلب، زيادة حادة وملحوظة في معدل التنفس، ارتفاع في ال white blood cells اللي هو كرات الدم البيضاء، وارتفاع في درجة حرارة الجسم. إذا هاي الأعراض كانت ناتجة يعني ال systemic inflammatory response ناتج من severe infection، بنسمي الحالة هاي sepsis، تسمى sepsis. معظم الكومبليكيشنز اللي بتكون مصاحبه للسيفير كيسز اوف سيبسيس او سيرس اند سيبسيس ممكن تكون اللي هو يعني زي اللي هو فلويد ريتينشن، الايديما، احتباس السوائل. هاي بتكون من اهم الاعراض اللي مرافقه للسيفير سيبسيس او سيرس. طبعا في بعض الاحيان يكون في عندنا لو بلاد بريشر، انخفاض في ضغط الدم، ممكن يكون في عندي على سبيل المثال يؤدي ذلك انخفاض ضغط الدم الى حرمان بعض الانسجه من الاكسجين والنيوترينتس. طبعا هاي بنسميها الحاله شوك. اذا في بعض الحالات تبعت السيفير سيرس اور سيبسس بيكون في عندنا انخفاض لضغط الدم، وانخفاض ضغط الدم بيمنع الاكسجين او بيقلل من وصول الاكسجين لبعض الانسجه، وهذا بيعمل حاله بنسميها لو شوك او حاله من الصدمه. الان هاي المقدمه كانت عن اللي هو النورمال بودي ريسبونس تو ستريس او انفلاماتوري ريسبونس تو ديفرنت ستريسرز. الان خلينا نتناول النيوتريشن تريتمنت اوف اكيوت ستريس. طبعا زي ما حكينا احنا في الجزء الاول انه الاكسترس الاكسسيف ريسبونس تو ميتابوليك ستريس ممكن يعمل عمليه اللي هو وورسنج اوف ايلنس، يعني بدهور حاله المرض. في بعض الحالات ممكن يعمل هو threatening for survival، يعني بيأثر على حياة المريض. عشان هيك health practitioners أهم شغلة لازم يعملوا management لشغلتين. الأكيوت medical condition اللي هي بداية عملت حالة الستريس، وأيضا بده يعمل management للcomplication اللي نتجت من حالة الستريس والinflammatory response. إذن أنا بدي يكون في عندي بخطين متوازيين، بدي أحل أول شغلة المشكلة أو الحالة المرضية اللي بدأت عملية الستريس، وأيضا بدي أعالج اللي هو الكومبليكيشن اللي نتج من هاي عملية الستريس. وبالتالي أهم شغلة عندي أو التدخل الفوري هان بدي يكون بخصوص اللي هو عملية ريستوريشن أو عملية اللي هو إعادة السوائل اللي تم فقدها والإلكترولايتس، وأيضا بدي أعمل إزالة اللي هو الاندرلاينج ستريسرز، مسببات الستريس اللي ممكن تكون هي السبب في عمليه حدوث الانفلاميشن. بمعنى انه في الانيشال تريتمنت بده يكون في عندي اول شغله بدي اعملها اللي هو ادمنستريشن اوف اي في فلويد او اي في سوليوشن، بدي اعطي المريض اللي هو المحاليل الوريديه عشان اعمل تصحيح للفلويد والالكترولايت امبالانس. الشغلة الثانية بدي أعملها هو treatment of infection، بدي إذا في عند المريض السبب الستريس هو infection بدي أعالجه بأي علاج متوفر اللي هو المضاد الحيوي وخلافه. بدي أعمل عملية اللي هو علاج للجروح اللي موجودة عندي، لو كان المريض بيعاني من abscess أو الدمل أو الخراج بدي أعمل له drainage، أفتحه وأزيل اللي هو البوس أو الصديد اللي موجود جوا. بدنا نزيل اللي هو اي نسيج ميت، هاي بنسميها اللي هو دي بريدمنت.
بدي اعمل ازاله للانسجه الميته، بحيث انه احنا اي اندرلاينج ستريسور بدي اعمل له عمليه ازاله واتخلص منه بصوره كامله. بعد ما نعمل ستابلايزيشن لحاله المريض، حاله المريض نوعا ما اللي هو استقرت، بدنا نبدا نعمل هو نيوتريشن نيدز اسسمنت، ونبدا الميديكال نيوتريشن ثيرابي باللي هو الشكل اللي هنشوفه الان. طيب بداية من نعمل عملية هو تحديد الاحتياجات التغذوية للمرضى اللي بيكونوا under acute stress. طبعا زي ما حكينا احنا اهم التغييرات في الميتابوليزم اللي بتصير عند المرضى اللي بيكون في عندهم ميتابوليك ستريس هي عبارة عن حالة من الهايبر ميتابوليزم، بصير في عندهم نيجاتيف نيتروجين بالانس، بصير في عندهم انسولين ريزيستنس وهايبر جلايسيميا. طبعا الهايبر ميتابوليزم والنيجاتيف نيتروجين بالانس هذول اللي بيعملوا زي ما حكينا الويستنج، اللي هو ممكن برضه يؤدي الى نوعا ما اعاقه في اوضاع او ضرر في او تدهور في وظائف اعضاء الجسم، وايضا بيأخر اللي هو ريكفري او بيأخر شفاء المريض. الهايبر جلايسيميا من ناحيه اخرى ممكن تزيد احتمال اصابه الشخص باللي هو الانفكشن، تعمل زياده في الريسك اوف انفكشن، اللي هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن حاله خطيره جدا ممكن تواجه اللي هو المرضى اللي بيعانوا من الكريتيكال إلنس. وبالتالي الهدف الرئيسي عندي هان في الميديكال نيوتريشن ثيرابي هي عبارة عن شيء، عبارة عن preservation of lean muscle tissue، يعني بدنا نوعا ما نحافظ على النسيج العضلي، بدنا نعمل هو maintenance of immune defense، بدنا نحافظ على الجهاز المناعي كخط دفاعي أول، وبدنا نعمل promotion of healing، أو بدنا نوعا ما نحفز عملية الشفاء. طبعا عملية تقييم الاحتياجات التغذوية ممكن نوعا ما تعتبر complicated، يعني ممكن تكون معقدة بشكل كبير جدا. ليش؟ لأن أنا لو بدي أستخدم اللي هو الويت ميجرمنتس، طبعا الخلل في سوائل الجسم في الحالة هاي بيمنع أو بيؤدي نوعا ما اللي هو يعني prevent accurate weight management، يعني بيكون في عندي نوعا ما قياسات في الوزن غير صحيحة أو غير دقيقة، لأن أنا في عندي اضطرابات في السوائل تبعت الجسم زي ما حكينا هو fluid imbalance، أو بيكون في عندنا الإديما أو fluid retention. بالمقابل لو بدي أعتمد على laboratory data أو القياسات اللي هو المخبرية، حلاقيها أنها بتعكس بشكل أساسي اللي هو التغيرات في الميتابوليزم والمرض أكثر من إنها بتعكس اللي هو التغيرات في الحالة التغذوية عند المريض. طبعا كمية اللي هو البروتين أو السعرات الحرارية اللي بيحتاجها المريض خلال اللي هو الأكيوت إلنس نوعا ما محل جدل ما بين الباحثين لحتى الآن، وما زالت اللي هو under investigation. طبعا نتائج الأبحاث ممكن نقول عنها are mixed، يعني مختلطة بشكل كبير جدا، نتيجة نوعا ما أطياف واسعة من الحالات أو الأمراض اللي ممكن تعمل ميتابوليك ستريس. وطبعا في عندي اللي هو each patient situation is different، كل حالة مرضية أو كل مريض طبعا بيختلف عن المريض الآخر. وبالتالي بنلاحظ أنه احتياجات البروتين والسعرات الحرارية مالها هتختلف بصورة ملحوظة جدا اللي هو ما بين مريض وآخر، وأيضا هو يعني over the course of the illness، يعني خلال برضه اللي هو مسار أو فترة المرض. عشان هيك احنا بنحكي انه في كل الحالات the clinician need to closely observe the patient response، يعني بده يكون انا عندي متابعه المريض بشكل يعني بصوره قريبه جدا، ومتابعه هو استجابته للفيدنج، وبالتالي بيعمل adjustment للnutrient intake حسب اللي هو الاحتياج المناسب لتطور حاله المريض. في عمليه تقدير الاحتياجات المريض من السعرات الحراريه او الطاقه اللي بيكون تحت الأكيوت ستريس، ما أحد الطرق اللي هو الشائعة لتقدير احتياجات الطاقة هي عبارة عن عملية قياس ما يسمى resting metabolic rate، resting metabolic rate، ومن ثم عملية اللي هو multiplication أو أضربه في أو أضرب النتيجة بما يسمى stress factor، stress factor. طبعا الهم حكينا إحنا قبل هيك في كورسات سابقة إنه من أهم المعادلات اللي بنعتمد عليها في تقدير الريستنج ميتابوليك ريت هاريس بينيدكت اكويجن، هاريس بينيدكت اكويجن. طبعا هاي العمليه بنسميها الاندايركت اندايركت كالوريمتري، اللي هي بنستخدمها في الكريتيكال ال بيشنتس. طبعا بروح اطلع او اقيس الريستنج ميتابوليك ريت عن طريق زي ما كان معادله هاريس بينيدكت اكويجن، ومن ثم بعملها ملتيبليكيشن بستريس فاكتور معين
زي ما هنشوف احنا في الجدول القادم. والستريس هذا، الستريس فاكتور، بيكون اللي هو نتيجة زيادة الاحتياجات الطاقة خلال عملية اللي هو الستريس، وهذا خلال اللي هو مرحلة الهيلينج أو مرحلة الشفاء. الآن خلينا ناخذ نقطة معينة على سبيل المثال، انه الانرجي نيدز برضه او احتياجات المريض من الطاقة بتزيد في اللي هو الفيفر او ارتفاع درجة الحرارة، بتزيد تحت اللي هو الميكانيكال فنتليشن او التنفس الصناعي، بتزيد برضه اللي هو في وجود الاوبن وونز او الجروح المفتوحة، في برضه اللي هو مرضى الحروق، مرضى الانفكشن، وطبعا البيشنت وذ بيرز اند انفكشن، هذول بيكون لهم اعلى احتياج من السعرات الحراريه. طيب شو بخصوص اللي هو الفيزيكال اكتيفيتي فاكتور؟ احنا عارفين اللي هو بس هوسبيتالايزد بيشنتس بشكل عام اللي هم بيكونوا اندر اكيوت ستريس بيكونوا بيد ريدن، يعني كونفاوند تو بيد، يعني على السرير، وبالتالي احتياجات المريض من السعرات الحراريه لدعم الفيزيكال اكتيفيتي بتكون اقل ما يمكن، وبالتالي ما فيش عندي هان يعني احتياج انه انا اضرب بالفيزيكال اكتيفيتي فاكتور زي ما تعرفنا في الكورسات السابقه. طبعا في عندي بعض اللي هو البريدكتيف ايكويشنز اللي هي بتكون نوعا ما بتحتوي على بيلت ان ستريس فاكتور، بيلت ان ستريس فاكتور يعني بيكون في عندي الستريس فاكتور موجود جاهز فيها، بس انا احط الرقم اللي موجود. في عندي على سبيل المثال يعني كثير في عندنا اللي هو ليست اوف ايكويشنز اللي هي بتكون موجوده للكريتيكال كير بيشنز اللي ممكن انا من خلالها استخدم اللي هو على سبيل المثال الايرتون جونز ايكويشن اللي هي بتحتوي على بيلت ان ستريس فاكتورز اللي بتكون من ضمنها التروما اند بيرن انجريز. ممكن نحكي برضو انه انا في عندي طريقه سريعه لتقدير احتياجات المريض من السعرات الحراريه، انه انا اضرب وزن الجسم تبع الشخص بفاكتور معين مناسب للحالة الصحية اللي موجودة عنده. على سبيل المثال لو قلنا أنه الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية لمريض الكريتيكال كير بيشنت تقريبا بتكون ما بين 25 إلى 30 كيلو كالوري على كل كيلو جرام من وزن الجسم، وبالتالي الشخص هذا مثلا لو كان وزنه 73 كيلو جرام فبالتالي احتياجاته من الطاقة ممكن تقع ما بين 1800 إلى 2200 كيلو كالوري في اليوم. في بعض الاحيان لما يكون الشخص اوفيز ممكن انا اعطي له هايبوكالوريك فيدنج، يعني انقص سعرات الحراريه، وبالتالي بده يكون احتياجه في اليوم تقريبا ما بين 10 الى 15 كيلو كالوري بشكل يومي. طيب هاي على سبيل المثال هو ديزيز سبيسيفيك ستريس فاكتورز اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار. طبعا هاي احنا بدنا ناخذ بالاول انه انا بدي اعمل عندي استيميشن للانرجي نيدز عن طريق اللي هو يعني حساب الريستن ميتابوليك ريت زي ما حكينا بالهاريس بريدكت اكويشن، ومن ثم بعمل ملتيبليكيشن للريستن ميتابوليك ريت بالابروبريت ستريس فاكتور حسب اللي هو المعطيات اللي موجوده عندي. ليفر ديزيز تقريبا من 1 ل 1.16، الاي بي دي على سبيل المثال من 1.05 ل 1.1، بانكريتايتس سيرجري لوكيميا، لاحظوا هنا في البيرنز اللي هو حسب الدرجه اولى ثانيه ثالثه، تقريبا في البيرنز اللي هو من 20 30 في المية من البادي سيرفس صار لها حروق من 1.6 إلى 1.7. إذا كان تقريبا لحديد 45 يعني نص البادي سيرفس سطح الجسم في عندي اللي هو البيرنز ممكن نضرب في 2. طيب الآن أستخدم إيش؟ أستخدم الأكشوال بادي ويت ولا أستخدم الأيديال بادي ويت؟ زي ما حكينا المرة الماضية إنه الناس اللي بيكون في عندهم البودي ماس اندكس يعني اوفر ويت اور اوبيزيتي بالاصح الاكثر من 30، هل بقى الجا او ان استخدم الادجستد بودي ويت، ادجستد بودي ويت في حساب ريستنج ميتابوليك ريت اكويجنز، لانه بيعطيني اللي هو معلومات اكثر صحه. من اهم الطرق واكثرها في حساب الادجستد بودي ويت انه انا اجيب اللي هو الايديال بودي ويت، ايديال بودي ويت للمريض، ومن ثم حسب المعادلة بلس 0.5 مضروب في الاكشوال بودي ويت ناقص الايديال بودي ويت. اذا بنلاحظ انه one popular method is to use weight that falls between the person's actual and ideal body weight، يعني انا استخدم اللي هو الوزن اللي بيقع ما بين الوزن الفعلي او الحقيقي للمريض واللي هو الوزن المثالي للمريض اللي احنا سميناه adjusted body weight، وهو عبارة عن الايديال
زائد اللي هو مين نص مضروب في الاكتوال ناقص اللي هو الايديال بودي ويت. هاي معادلات اخرى من خلالها ممكن احنا نحسب زي ما حكينا الانرجي ريكويرمنت فور بيشنت اندر ستريس. في عندنا الارتن جونز هي بنسميها البولت ان، بتحتوي على تروما فاكتور اند بيرن فاكتور، بمعنى اذا كان المريض هذا بيعاني من تروما او فيزيكال انجري بضرب في واحد، ما في عنده خلاص بضربها بزيرو، اذا كان في عنده بيرن بضرب في واحد، اذا مش موجود بضربها بزيرو، وبالتالي بيطلع عندي الاستيميشن تبع الانرجي ريكويرمنت. طبعا في عندي البيرن ستيت اكويشن، هذه بتم الحساب عن طريق اللي هو الفنتيليشن او اللي هو كمية الهواء بالليتر اللي هو بتدخل، وناقص اللي هو كمية الهواء بالليتر، يعني كمية الهواء اللي في باللترات اللي بيحتاجها المريض او بيدخل عن طريق اللي هو الجهاز التنفس الصناعي، وايضا اللي هو درجة الحرارة الماكسيموم تبعت جسم المريض بي اللي هو السليزيس. هذا مثال عملي كيفية تطبيق اللي هو الارتن جونز اكويشن واستخدامه في عملية تحديد احتياجات السعرات الحرارية. بالنسبة لتقدير احتياجات المريض من البروتينات during acute stress، طبعا الهدف الأساسي عندي هنا عشان أحافظ على اللين ماسل أو اللين تيشو، وبالتالي البروتين انتيك اللي أنا بعطيه للمريض خلال الأكيوت ستريس هنلاقيه أعلى بشكل كبير من اللي هو الديتا ريفرنس انتيك أو الدي آر آي فاليوز. في معظم الكريتيكال ايل بيشنت احتياجاتهم من البروتينات تقريبا تتراوح ما بين 1.2 to 2 grams per kilogram body weight، يعني نون اوبيز كريتيكال ايل بيشنت بالافريج بيحتاج من 1.2 الى 2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، طبعا هذا بشكل يومي. لاحظ انه في البيرن بيشنت مرضى الحروق طبعا بيحتاجوا كميات اكبر تتراوح ما بين الى 2 الى 3 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. طبعا خلينا نحكي كمان مره انه في الاوبيس بيشنت احنا ممكن نعتمد زي ما حكينا هايبوكالوريك فيتنج، يعني ناقص بالسعرات الحراريه، وبالتالي ممكن برضه من 2 ل 2.5 جرام لكل كيلوغرام من وزن الايديال بودي ويت بير داي. طبعا هذه ممكن تكون السعرات الحراريه اللي بنعطيها للاوبيس بيشنت. طبعا ديش حكينا مرضى الحروق بيكون احتياجاتهم للسعرات الحراريه اعلى شويه، لانه بيكون في عندي لو لوس اوف بروتينز بتكون نوعا ما مترافقه او مرتبطه بيه اللي هو البيرن وونز، يعني الجروح ناتجة عن الحروق هذه بتكون نوعا ما بيكون فيها اللي هو لص بروتين بشكل كبير جدا. خلينا نحكي انه حتى مع اعطاء المريض كمياته الكافية واحتياجه من البروتين، هنلاحظ برضه انه في عنده نيجاتيف نيتروجين بالانس، ما بقدر انا امنعه طول ما في عندي اكيوت ستريس موجود. ليش؟ لانه حكينا الهرمونال تشينجز او التغيرات الهرمونية بتشجع وبتحفز اللي هو عملية تكسير البادي بروتينز، وبالتالي طول ما في عندي اكيوت ستريس موجود او شغال هيكون في عندي نيجاتيف نيتروجين، ومش هقدر اعكسه عن طريق اللي هو الهاي بروتين انتيك. في بعض الاحيان في عندي سبيسيفيك امينو اسيد ساتش از جلوتامين اند ارجينين، هذه ممكن انا اضيفها للدايت تبع الاكيوت ستريس بيشنت او الاميون كومبرومايز بيشنت. بعض الدراسات بتقول انه هاي البروتينات او الامينو اسيد زي الجلوتامين سبلمنتس ممكن تزيد او تحسن من الاميون فانكشن، وبالتالي نوعا ما بتمنع اللي هو الماسل ماس اند يعني ريديوس مورتاليتي او بتقلل من الوفيات في الكريتيكال البيشنت. طبعا الارجينين سبلمنتيشن برضه ممكن يكون لها فائده في اللي هو تحسين الاميون ريسبونس، وفي نوعا ما تعديل النيتروجين بالانس عند هدول المرضى اللي سميناهم كريتيكال البيشنتس. فيما يتعلق بالكاربس اند فاتس انتيك ديورنج اكيوت ستريس، طبعا معظم السعرات الحراريه او السعرات الحراريه بشكل اساسي بيتم هو تزويدها عن طريق الكربوهيدرات والفات. طبعا الكربوهيدرات هي عباره عن المين سورس اوف انرجي، وبالتالي ممكن انا يعني اخذ منها تقريبا 50 ل 60% احتياجي من السعرات الحراريه بشكل عام. لكن لما بنحكي عن البيشنت اللي في عنده سيفير هايبرجلايسيميا، حضطر انه انا اخلي تقريبا الدهون هي المسؤوله عن تزويدي بنصف احتياجاتي من السعرات الحراريه بشكل يومي عند هدول المرضى. لكن ناخذ بالنا انه الهاي فات انتيك ممكن تعمل سبريشن فور اميون ريسبونس اور اميون فانكشن، وبالتالي تزيد من احتمال اصابه الشخص بالانفكشن والهايبرتراجليسيريميديميا.
ومع ذلك برضو انا مضطر انه انا ازيد اللي هو زياده اللي هو الانتيك اوف فاتس اب تو 50% عند الناس اللي بيعانوا من سيفير هايبر جلايسيميا. بما يخص المايكرو نيوترينت نيدز او احتياجات مرضى الاكيوت ستريس من المايكرو نيوترينت، طبعا في الاكيوت ستريس بيشنت بنلاحظ انه في عندهم زياده في احتياج من المايكرو نيوترينت، لكن السبيسيفيك ريكويرمنتس لحتى الان ما بتكونش معروفه. في الهايبر ميتابوليك بيشنتس في عندي احتياج لفيتامين بي، في عندي احتياج لفيتامين سي، احتياج لفيتامين اي، بالزنك، هذه كلها بارتفاع او بزيد اللي هو الاحتياج الجسم لها، لكن بالضبط قديش الكميه لحتى الان ما بتكونش معروفه بشكل دقيق جدا. الان بعد ما قدرنا احتياجات المريض من سعرات حراريه، بروتينات، كربوهيدرات، انفاس، ايش هي المنهجيات او الطرق اللي احنا ممكن نعمل عمليه هو النيوتريشن كير في خلال الاكيوت ستريس؟ زي ما حكينا احنا سابقا انه الانيشال كير في حاله الاكيوت ستريس بتركز بشكل اساسي على فلويد اند الكترولايت بالانس، معناته انا بدي اعطي المريض اللي هو انتروفينوس سوليوشن في بداية الأمر، بدي أعمل اللي هو سمبل انتروفينوس سوليوشن للمريض، وبتحتوي بشكل أساسي على الدكستروز، بتعطيني اللي هو نوعا ما كمية في سعرات حرارية بحدها الأدنى. طبعا وقت يصير في عندي ستابلايزيشن للبيشنت أو استقرار لحالة المريض، بنبدأ عملية اللي هو نيوتريشن سبورت إذا كان المريض ما في عنده اللي هو يعني الشهية المناسبة، أو في عنده البور أبيتايت، أو إذا كانت حالة المريض نفسها حالة صحية، أو في عندي ميديكال بروسيجرز يعني في عنده على سبيل المثال تنفس صناعي، يعني أو يعني حالة المريض الصحية أو المرضية أو الميديكال بروسيجر بيتعارض مع تناوله للطعام عن طريق الفم، ممكن أن ألجأ اللي هو النيوتريشن سبورت ثيرابي. يعني ممكن انا ادخل في الانترال فيتنج او حتى البرنترال فيتنج حسب اللي هو احتياج المريض او حالته الصحيه. الان يعني خلينا نحكي انه المريض اللي في عنده فانكشنال جي اي تي، زي ما حكينا الكلام هذا سابقا في الانترال والبرنترال فيتنج، اذا وظائف القناه الهضميه طبيعيه كل ما اسرعت في الانترال فيتنج كل ما كان افضل لحاله المريض. طبعا اذا كان في عندي مشكله في الانترال نيوتريشن ما بقدر اعطيه هو الانترال نيوتريشن، ممكن انا الجا بصوره سريعه للبرنتال نيوتريشن سبورت مباشره بعد دخول للمستشفى. وقت ما يصير في عندي امكانيه انه المريض يتناول الاورال فيدنج بشكل طبيعي، بنلجا لاعطائه هاي كالوري هاي بروتين دايت، هاي كالوري هاي بروتين دايت، بحيث انه نوعا ما نحاول نعوض اللي هو الاحتياجات العالية او المرتفعة من السعرات والبروتينات اللي بيحوزها. طيب اخذ بالي برضو بعين الاعتبار انه ما اعملش هو اوفر فيدنج فور ذا بيشنت اللي ممكن يكون على ريسك اوف ديفلوبينج ري فيدنج سيندروم اور هايبرجلايسيميا، يعني تيك كير نوت تو اوفر فيد ذا بيشنت، بالتالي ممكن انا ادخله فيما يسمى ري فيدنج سيندروم او ادخله في هايبر جلايسيميا. برضه بناخذ بعين الاعتبار بسبب انه انا صعب انه انا اقابل احتياجات المريض من البروتينات والسعرات الحراريه عن طريق اللي هو الريجولر دايت او الطعام الاعتيادي عن طريق الفم، في بعض الاحيان ممكن احنا نعمل هو الاورال سبلمنت او الانترال فورمولا برضه نعطيها مع الطعام بشكل طبيعي، بحيث انه تكون عاليه بالسعرات الحراريه، يعني بنسميها هاي نيوترين دنسيتي، وفي بعض الأحيان ممكن تحتوي على extra amounts of nutrients اللي هي بتساعد نوعا ما في شفاء الجروح أو بنسميها الوند هيلينج، ممكن تساعد في زيادة أداء الجهاز المناعي. زي ما حكينا من ضمن النيوترينت هذا الاكسترا زي اللي هو الارجينين اند جلوتامين، ممكن الاوميجا 3 فاتي اسيد، ممكن بعض الانتي اوكسيدنت نيوترينتس، هاي نوعا ما ممكن تساعد في اللي هو تماثل المريض للشفاء، وبالتالي بقدر اعطيها عن طريق الاورال فورمولا بحيث انه انا اعزز من تركيزها داخل جسم الانسان.